ديوان اف ام صوت كوم. المكان الجميل هذايا اللي نحتفلوا فيه بذكرى مرور 140 سنة على أحداث بلدية صفاقس. تعرفوا اللي كما اليوم صحح القرار بأحداث البلدية هذه منذ 1884، هذا سماعه إلا كيكون قائد الفرقة إنسان متميز. تفضل سيدي. انطلقت احتفالات بلدية صفاقس بمرور 140 سنة على تأسيسها بساحة المقاومة، هي وقفة رمزية قمنا خلالها بتحية العلم بحضور أمنت فرقة الجيش الوطني، مشكورة جدا على هاللفتة الكريمة. تحية العلم ساحة المقاومة عندها رمزية باعتبار أنه 16 جويلية هو تاريخ تأسيس البلدية عام 1884، وهو كذلك تاريخ مقاومة صفاقس للمستعمر، وهي مقاومة وطنية في 16 جويلية 1881. المستعمر اختار بدقة تاريخ 16 جويلية كي تأسيس البلدية كي يبرز سيطرته على المدينة، ولكن نحن أيضا اخترنا أن يكون انطلاق الاحتفالات بساحة المقاومة تكريما للشهداء وتقديرا للملحمة ملحمة 1881. كما قلت صفاقس المدينة المحروسة، وصفاقس معروفة بفن، معروفة بحبة للثقافة، بحبة للفن، وإحنا في صفاقس معروفين في الجنانات، في جنان في كل أجنة يقوموا العائلات الصفاقسية معروفين بحبهم للفن، بحبهم للملوف، وبالتالي اخترنا أنه الحفلة حفل اللي نظموها الليلة أمام قصر البلدية حفل أكاديمية الملوف للفنون، جمعية مهرجان الملوف للموسيقات المغربية. نحب نوجه لها الشكر اللي هم قاموا بمجهود كبير باش يأثونا السهرة هذه، وهي سهرة الأصالة، سهرة، وبالتالي نكونوا قد جمعنا في الاحتفالات هذه برمزية المقاومة وبالفن وبالفن الأصيل. نادي الأصيل عمره توا سنة يحتفل بمرور 40 سنة على تأسيسه. الحقيقة منذ تأسيسه كانت هناك ديما علاقة ما بين بلدية صفاقس، باعتبار أن نادي الأصيل يقدم أطباق فنية لها علاقة بالطبوع التونسية وموروثنا الموسيقي التونسي. والحقيقة الهيئة هذه الحالية متاع بلدية صفاقس بدينا معها برنامج كان انطلق في شهر رمضان، وخرجنا اللي كانت الفكرة الخروج إلى الساحات العمومية، ورحبنا احنا بالفكرة برشا، وبدأت العملية في شهر رمضان مع الفرق اللي ساهمت في تنشيط الحياة الموسيقية في جهة صفاقس في شهر رمضان، كانت في ساحة القصبة، وتواصل العمل هذا باعتبار أنه طرحوا علينا الفكرة أنه لما لا
أحياء سهرة بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس بلدية صفاقس، وإحنا فرحانين برشا ونعتبروا هذا شرف كبير لنا إحنا باعتبار أنه اعتراف لأنه هذا النادي عنده مقام وعنده القيمة متاعه الفنية.